الحمد لله. من أفضل الأحاديث اللي أنا دايما بحب أتحدث بها عندما يكون هناك أرقام، ليس للأرقام وجهات نظر، الأرقام مجردة. حضراتكم كثر الحديث عن استلامكم للنادي الأهلي في شهر 3/2014، ميزانيات، من قال ملايين، تخطت 60 و70 مليون، ومن قال حضرتك النادي الأهلي انتوا استلمتوه في 2014، 3 بالتحديد 3/2014. النادي الأهلي يقال ان انتوا استلمتوا النادي الأهلي بعدد ملايين كبيرة جدا. انا طبعا لا ارجح كلمة استلمتوا او وجهة نظر. استلمتوا النادي الأهلي كام مليون موجود في خزينتكم، كام من نوع كشف النقدية كان موجود، ترك لكم مجلس الكابتن حسن حمدي ميزانية كام نقدية في النادي الأهلي؟ كان في حوالي 4 مليون جنيه. 4 مليون جنيه دول عبارة عن تقريبا 2 وشوية في الشيخ زايد، وواحد ونص أو حاجة كده في النادي الأهلي. إن الشيخ زايد المفروض إن الفلوس اللي فيه ما تقدرش تستعملها غير في الشيخ زايد، لأن هي ما كانش لسه فتح الشيخ زايد، فبالتالي هو ميزانيته البند مخصص للصرف عليه فقط. عليه فقط بالظبط كده. فده اللي كان موجود حوالي 4 مليون جنيه. 4 مليون. أنا معايا الميزانية قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2013، موجود بند النقدية وما في حكمها 4,437,073 قرش. ده القائم بأعمال المدير المالي الأستاذ عماد حلمي، رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسن حمدي. الميزانية لما أنتوا استلمتوها في 31 مارس 2014، نفس البند النقدية وما في حكمها 3,270,823. لا أنا قلت في الأول قرش، لا هي بالجنيه. 3,370,823 بالظبط كده. دي الفلوس واستلمته، وكانت الميزانية في 31/3/2014 كشف حساب الشيخ زايد اللي لا يجوز إن أنت تصرف منه إلا عليه في 1,580,692. ده هيئة البريد، ده هيئة البريد. هيئة البريد ده احنا جايبينها من بريد زايد نفسه. بالظبط. الشيخ زايد في الاستلام في 31 ده بنك مصر. 3/2014 ده بنك مصر فرع النادي الأهلي بالجزيرة على نفس البند، بند الشيخ زايد. المركز المالي موجود 860 جنيه 477.56 بالظبط. هما دول الحسابين بتوع الشيخ زايد اللي هما المفروض 67 مليون اللي حضراتكم كنتوا. ما هو ده الحاجات اللي تحزن. احنا كل واحد بيطلع يقول كلام، كل واحد بيضرب ارقام، يقول 67 واللي قال 20 واللي قال 30. المواضيع سهلة قوي، كل واحد بيبقشش يحط فلوس. احنا في حاجة اسمها ميزانية، الميزانية دي هي الفيصل في اي كلام عن ارقام. الميزانية هي الفيصل بتاعنا. الميزانية عندنا النقدية 31/12 زي ما انت شايف، اللي هي معتمدة من مجلس الادارة. أيوة، القديم المركز المالي كمان. بالظبط، المعتمدة من مركز المالي 4,400,000. الميزانية ساعة احنا ما جينا بتقول النقدية 3 مليون ومش عارف كام. هما دي الكاش اللي كان موجود في النادي الاهلي يوم ما احنا جينا. كون بقى ان كل واحد بيطلع يخبط له رقمين والناس، عشان ده استخفاف بعقول الناس. ما ينفعش، ما ينفعش ابدا ان الناس، انا عضو مجلس اداره او مرشح، انا بقول عضو مجلس اداره، ما ينفعش ان انا اطلع اقول للناس اللي هي بتاعت الجمعيه العموميه ارقام مش صح. استاذ كامل، هو دائما وابدا الارقام لا تكذب. نمبر نيفر لايز. هما يعني الاقاويل دي جت من بناء على ايه؟ ايه اللي السنة؟ لا يعني بص، انا في الاخر انا ما بدخلش في الناس بتقول ايه. كل واحد بيحسب بطريقته، اللي يقول لك دي ناقص دي وتطلع هنا وتجيب دي وتحط دي هنا وتجيب دي من هنا يبقى احنا بقينا الكلام ده. احنا عندنا ميزانيه، الميزانيه هي اللي بتتكلم عن نفسها. انا عندي ناس بتقول اللي انا سمعته، ما اعرفش لو حتى عندكم ممكن تجيبوه الناس اللي قالته. واحد قال 20، واحد قال 30، واحد قال 67، كل ده كاش. اهو الميزانيه اهي. ليه ما بنتكلمش؟ ليه ما نبصش على الميزانيه بدل ما احنا عمالين نقول؟ افرض انا كذاب، انا بقول اي كلام. هو لا اجتهاد مع رقم، هنذهب